سلامي السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، النموذج الرابع، سنقوم بحله معا. التعليمة الأولى: أكمل الجملة بما يناسب. الماء أساس، أحسنتم، الحياة. الماء أساس الحياة لمن؟ للإنسان. كذلك، جيد، والحيوان. أحسنتم، والنبات. ينبغي، أحسنتم، المحافظة عليه. نعيد قراءة الجملة: الماء أساس الحياة للإنسان والحيوان والنبات، ينبغي المحافظة عليه. ننتقل إلى الكلمة الثانية: قال لك أبوك كيف تشارك في المحافظة على مدرستكم؟ اكتب ما قلته له. طلب منك أبوك أن تشرح له أو تقول له ماذا تفعل كي تحافظ على مدرستك. مثلا، أحسنتم، لا أكتب على الجدران والطاولات، أو لا أكتب على الطاولات والجدران. أولا، لا أكتب، والجدران. أولا، كي تحافظ على مدرستك لا تكتب على الجدران والطاولات. تقول لأبيك لا أكتب على الطاولات. كذلك تقول له، أحسنتم، لا أرمي الأوساخ في الساحة. لا أرمي الأوساخ في الساحة، كي تحافظ على مدرستك. ثالثا، نضيف ثالثا كذلك، تشارك في تزيين القسم. تقول لأبيك أشارك في تزيين القسم. أشارك في تزيين القسم. ثلاث أعمال تقوم بهم للمحافظة على مدرستك. تقول لأبيك لا أكتب على الطاولات والجدران، لا أرمي الأوساخ في الساحة، وكذلك أشارك في تزيين القسم. التعليمة الثالثة: أصنف داخل جدول الأعمال الآتية. لدينا أعمال تقوم بها: اللعب، الاهتمام بالدراسة، ممارسة هواية، أطيع أمي، الانضباط والترفيه. لديك من حقوقي من واجباتي. نضع كل كلمة أو كل عمل تقوم به إما حق أو واجب. اللعب، جيد، من حق التلميذ أو الولد أن يلعب. اللعب من حقوقي. اللعب من حقوق التلاميذ أو الأطفال. الاهتمام بالدراسة، من واجبك، أحسنت، أن تهتم بالدراسة. إذن من واجباتي الاهتمام بالدراسة. يجب الاهتمام بالدراسة. ثالثا، ممارسة هواية، هواية تحبها، مثلا الرسم، الرياضة، أي شيء تحبه. ممارسة هواية، إذن هذا من، جيد، من حقوق التلميذ. ممارسة هواية من حقوقك. ممارسة هواية. نواصل. أطيع أمي، جيد، من واجب أن أطيع أمي، يجب أن أطيع أمي. أطيع أمي من واجباتي، أطيع أمي وأبي كذلك. الانضباط، من واجبي الانضباط، أحسنتم، من واجباتي. الانضباط. ولدينا الترفيه، اللعب، مشاهدة التلفاز، ألعب مع أصدقائي، جيد، من حقوقي. نواصل.
الدرجة، لدي من حقوقي من حق اللاعب، من حقوق اللاعب ممارسة هواية والترفيه، من واجباتي الاهتمام بالدراسة، أطيع أمي والانضباط. واجباتي حقوق. التعليم الرابعة، أربط بين شطري كل جملة. لدينا التلميذ النجيب، يشاهد، يساعد، يزور. هنا لدينا عائلته، أقاربه، ينظم أوقات راحته والتلفاز. التلميذ النجيب، أحسنتم، ينظم أوقات راحته. يشاهد، هذا يشاهد، جيد، يشاهد التلفاز. يساعد، أحسنتم، يساعد عائلته، هنا يساعد أبوه، أمه، إخوته. التلميذ النجيب يساعد عائلته. يزور، طبعا يزور أقاربه. نراجع، التلميذ النجيب ينظم أوقات راحته، كيف ذلك؟ يشاهد التلفاز، يساعد عائلته، ويزور أقاربه. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.